السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، معكم محمد من قناة مستر سنايبر. مقطع اليوم نستعرض لكم شخصية إيميليا اللي نزلت جديدة على لعبة ببجي موبايل، ونستعرض لكم السكنات اللي جاية معها، وأيضا نستعرض لكم الأصوات الخاصة بالشخصية، وأيضا نستعرض لكم حدث القسائم الخاص بالشخصية، وبنقيمها في نهاية المقطع. بس قبل ما نبدأ مقطعنا، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. في حال عندكم أي ملاحظة أو سؤال أو تعليق حلو مثلكم، اكتبوه تحت بالتعليقات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. في البداية ومثل ما ظهر أمامكم الآن، أول ما ندخل على خانة المختبر بالتحديد القسم اللي فيه الشخصيات، نلقوا أنه مضافوا شخصية إيميليا على لعبة ببجي موبايل. والآن ننتقل للعرض التشويقي الخاص بالشخصية، مشاهدة ممتعة. مثل ما ظهر امامكم الان، الشخصية تأتي بسعر 600 شدة. الشخصية ليست بأقوى الشخصيات اللي نزلت على لعبة ببجي موبايل، ولكن ايضا ليست بأسوأها، هي تعتبر افضل من شخصية انا اللي نزلت قبلها على لعبة ببجي موبايل. تقييمي بالنسبة للشخصية الخاصة بإيميليا 5/10، اما بالنسبة للسكنات اللي جاية مع الشخصية فبصراحة تعتبر جدا جدا سيئة، لان السكنات فقط اللي جاية معي سكن البدلة وايضا سكن النظارة، واللي تعتبر سكنات جدا ضعيفة مقارنة بأي شخصية أخرى. أما بالنسبة لجوائز التقدم الخاصة بالشخصية فتعتبر جدا سيئة، وبصراحة كنت متوقع أنها تنزل بالشكل المجاني على شكل أحداث قسائم الشخصية مثل شخصية آنا. أما الآن فننتقل لاستعراض الأصوات الخاصة بالشخصية، مشاهدة ممتعة. I'm going in. I'll cover you. There's an ambush. Play it safe. Form up. Help. Spread out. Charge. Cover me. Fall back. Head towards the mark. Search for vehicles. Form up on me. Retreat. Get the airdrop. Excellent work. I'm really sorry. Hold it. Don't fire. Enemy. Get in the car. Don't shoot. Danger ahead. Don't rush. I got your back. I'll drive. Run along the edges of the zone. Stay low. Enemies ahead. I got supplies. Turn on voice chat. وايضا مثل ما ظهر امامكم الان، هذه هي حركة الـ MVP الخاصة بالشخصية بعد نهاية المباراة. بصراحة تعتبر حركة جدا جدا جميلة، واللي اعتبرها من رأيي الشخصي الشيء الوحيد الممتاز اللي جاء مع الشخصية. والآن ننتقل لاستعراض الرقصات اللي جاية مع الشخصية. بصراحة الرقصات تعتبر جدا عادية، ليست من أفضل الرقصات ولكن ليست بأسوأها أيضا. وأيضا من الأحداث اللي جت مع الشخصية هي حدث شحن شدات، واللي يتطلب منا شحن ما يقارب 1200 شدة لحتى نحصل على كل هذه القسائم اللي ظاهرة أمامكم الآن، وأيضا بنحصل على الأفاتار الخاص بالشخصية في حال شحننا 1200 شدة، واللي بصراحة ومن رأيي الشخصي نعتبرها عملية نصب مش حدث من أحداث ببجي موبايل، بل هي عبارة عن عملية نصب واحتيال غبية. وبصراحة الأمر ما يستحقش أنك أنت تشحن 1200 شدة علشان جوائز بسيطة مثل هذه. وفي النهاية نعطي رأيي في شخصية إيميليا، الشخصية تعتبر جيدة، ليست بالأفضل ولكن ليست بالأسوأ، أما بالنسبة لسعرها فيعتبر أيضا عادي، ولكن إنها ما نزلتش بالشكل المجاني مثل شخصية آنا فهذا يعتبر أمر جدا سلبي، لأن الشخصية ليست بالأقوى، والسكنات اللي معها جدا سيئة، وأيضا حدث القسائم اللي جاء مع الشخصية ما هو إلا عملية نصب فقط، لأن مش بالمنطقي أبدا إنك أنت تشحن 1200 شدة من أجل عدد قسائم قليل جدا. لو كانت من الشروط إن نحصل الشخصية بالشكل المجاني هو شحن 1200 شدة فقط، كان الأمر يعتبر منطقي، ولكن إننا نشحن 1200 شدة
شدة من أجل عدد قصائم لا يستوفي حتى نصف سعر الشخصية، فهذا يعتبر أمر جدا سيء، والحدث هذا بالكامل يعتبر عملية نصب لا أكثر. ولكن دعونا لا نتسرع في الحكم، من الممكن أن ينزل حدث قصائم مجانية في الأيام القليلة القادمة، فما علينا إلا الانتظار. في النهاية اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات، أعطونا رأيكم في شخصية إيميلي اللي نزلت على لعبة ببجي موبايل، وأيضا أعطونا رأيكم في حدث القصائم اللي نزل على لعبة ببجي موبايل، هل نالت إعجابكم أو لا؟ ولماذا؟ أرجو من الله أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. في حال عجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. روابط صفحات القناة على التواصل الاجتماعي تحت في الوصف، لا تنسوا تشتركوا فيها ليصلكم كل جديد يخص القناة. شكرا على مشاهدة الفيديو للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.